تعبت من الجلد؟ تعبت من الجلد؟ لا تعبت من الكلام ال مش انت جبتيه لحالك؟ انا جبته لحالي؟ ايه؟ شو جبت؟ اذا انا ماني مسؤوله عن مرضك النفسي او عن امراضكم النفسيه. عم تحكي؟ عم بقول عن بالاجمال. مش عن المجتمع. أوكي. لا مش عنك اكيد. انا بحترمك. ثانك يو رملا. ماني مسؤوله عن كل واحد عن مرضه يطلع كل واحد يكب كلمه يلي بيكون مش راضي بحاله ولا بحب حاله. تسمع لما يقولوا عنك انه انت وحده سخيفه شو بتقولي له؟ لما يقولوا يقولوا لك ايه؟ انت سخيفه. سخيفه وهزيت لبنان وبرا. بس بشو؟ شو؟ بس بشو سخيفه؟ لاني رملا نكد بشخصيتي. بشخصيتي؟ ايه. كثير منيح. عرفت. مبسوطه بالسخافه هاي؟ لا 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 هن بيقولوا لما يقولوا إذا عني اذا هن عم بيقولوا هيك اذا سخيفه وهزيت كيف اذا كنت عايشه مهم؟ شو كان صار؟ كنت قعدت الرئيس والعالم ببيوتها. يا رئيس وحتصير وحتصير انت هون وانا هون. حرام. انت حرام. الحرام وهن الحرام. وحياتك شو عم تقدمي في حياتك هلا؟ شو عم بقدم؟ اليوم قلت لك بالمقدمه مثابره الاراده. شو عم بتقدمي؟ هاي انا عجبك تحضرني ما عجبك ما تحضرني. شو عم بقدم؟ شو عم تقدمي للناس انت؟ عندي الاغاني. سخافة؟ الأغاني اللي غنيتها. شو هي؟ والشعر كمان اللي بلقيه بطريقة تفاهتك على السوشيال ميديا. أي شو معناتها؟ سوري ما بسمح. ما بتسمحي لي؟ لا ما بسمح. اوكي. ما بتسمعي؟ لا ما بسمح لأنه أنا ما بعتبر حالي إنسانة مهمة. بشو؟ ما دافع عن حالك؟ ما بقلك سندت حالي بحالي. بشو سندتي حالك؟ بكل شيء. شو عملت اليوم بالتاريخ؟ بشخصيتي. بشو؟ خلصيني بتاريخ بشخصيتي؟ إيه؟ جاوبيني أنت بعملك بشغلك. اليوم الكليبات ما لك حياتي. شو؟ بمثل. بشو وين؟ ايه حيجي. لا قولي لي هلا وين؟ لما رحتي لتمثلي شو صار فيكي؟ شو صار هني؟ اتمسخروا عليكي او لا؟ لا مين؟ مع هيفا وهبه. ولا جاوبيني. ايه او لا؟ ولا بدك تسال المخرج والمنتج. شو؟ مزبوطة الخبرية هاي؟ اي رحتي تمثلي مع هيفا؟ وقتها طلبوني ب مش ابيض واسود فاتح؟ اسود فاتح. اسود فاتح؟ ايه مش المنتج تحت ايد المنتج بدهم اكيب عمل. ايه. انا بدي اخذ دور الصحفيه. ايه. ورا معتصم النهار. ايه. وكل في كتار ناس رحنا طلعنا على جوني كنا عم بيصوروا. ايه. بمعرض سيارات فتت انا. ايه. ما كنت اكيد موجوده ست هيفا الا هلا ست هي عائدتك. لا ايه مش هي عائدتي اكيد. لا جيبوا لي تليفون جيبوا لي تليفونها هلا. وين تليفونك؟ لحظة وتليفوني لو سمحتوا. هاي تليفونك هيدا خليه معك. هيدا الدليل حياتي مبين علي العزة مش ضروري هي العز مش بالفت المال والمصاري. طيب. عرفت بالبيز. طيب. تعولك بدي سمع الناس انت حتى دقت مين على التليفون بس خليكي لحظة وقولوا لي هي مهووسة هيفا وهبة او لا. بس اسمعوا هيدي غنية هيفا وهبة. شو يعني؟ اوكي شو يعني؟ انت عندك حلم ست ما بقول لك ست ديفا مثلا اكيد اكبر مني بشيء بس مش انت بدك تحكي عن هيفا اليوم نحكي من لحظة. الاخر لحظة انا لا بدي مش انت انت عم تقول انه لحظة عائدتك هيفا وهبة ليش عائدتي؟ طموحك تعملي مثل هيفا وهبة لا حياتي كلكم عندكم طموح لا لا اكيد وما بسمح لك رملا بس بدي اقول لك شغلة رملا نكد غير انا غير بكل شيء اول شيء غير ستيل ايه؟ غير شخصية غير تفكير حتى انا كلهم عندهم عقدات يصطفلوا كلهم بيشبهوها بس انا مش بحالي حياتي مثل ما هي اول ما طلعت لكن مظبوط بس قالك طلعت من 25 سنة كنت انا بعدني بيبي قد ايه عمرك هلا اسم الله ايه قد ايه عمرك ما ضروري تعرف بس بعد ما صارت 35 حرام ضحكتني بعد ما صارت 30 عملت حالة بومب وكلهم هجموها وصارت انا غير لوك انا بكره العالم على فكره في كذا حدا مقلدني ومفرجيك والصور عرفت انا كمان غير شو بدي قلدوكي هيفا هيفا قدرت اشتغلت على حالها انت من عشو 30 سنه انا الي سنه لا عم صرخي ما عم صرخ بس واحد يحكي طيب. ضميره طيب. رحت لتمثلي مع هيفا وهبي كليب او لا عم بقول لك بس لك الي 30 سنه انا الي سنه
عملت 3 اغاني وهلا في غنيه حتنزل ما رح احكي عنها. هلا انت عم تقارني حالك بهيفا؟ ما بقارن، لا لا ارفض حتى المقارنه. ليه؟ ايه هيك انا ما يعني هلا جمهور هيفا بيقوم عليك كله. لحظه تمام، تحية كبيرة للسيده هيفا وهبه، مش انت قلتي لي هيك؟ بس نجمه عالميه. اوكي وبدك كثير لتصيري مثلها. لا حسير. طيب مش عيب عليك تقولي انا شاعرة لبنان الاولى؟ شو هالمسخره اللي وصلنا لها؟ بس جاوبيني بشو انت شاعرة لبنان الاولى؟ انا قلت وقلك عينة قولي لي اصاله بتحبني وبتحضرني. يا عمي في شيء، في شيء عم يضرب، في شيء عم يضرب فيك. انا ما بعرف ليش انا شو شاعرة شو؟ بس لك شو شاعرة؟ بشو شاعرة انت هلا؟ بس جاوبيني شو يعني شاعرة لبنان الاولى؟ بشو؟ بس بدي اقول شغله. ايه الشاعرة رملاء نكد، شئت ولا ابيته عن مسخره ولا غير مسخره. اسم رملاء، لما تقولوا رملاء نكد الشاعره حافظين شو اسم لبنان لحدا لبناني شاعره؟ حتى انتم يا مثقفين والمعلمين اكيد واللي عم بيعملوا ندوات شعريه اعطيني اسامي. انا اليوم كمثقف اوكي انت فاهم، اذا بدي اعطيك 10% بس شعر، اذا بدي اعطيك اسم شاعره لبنانيه انت ما رح تعرفيها.